أخبار اليوم. عملنا كذا شو، وآخر واحد اللي احنا جايبينه دلوقتي اللي هو Thriller Life ده كان عندنا حاجات صعبة شوية احنا نعملها عشان موضوع الدولار، طبعا كلنا عارفينه وكلنا بنقاس منه، بس بالشراكة مع Orange وpartnership مع Carifas City اللي هم برضو الهوست بتاعنا، والرعاة اللي عندنا اللي هم Renault, Egypt Air, النهار, الشروق, Radiohead, Morico, Tickets Marché, Scoop Empire، قدرنا ان احنا نعمل عرض من اكبر عروض في العالم. حضرتك الشو ده تاني سؤال عن نفس السؤال، ما ينفعش يتعمل في مكان اوت دور، ما ينفعش تعمل في حاجه مسرح، فانا عشان كده لازم اروح مثلا تبقى فكره كويسه لو قدرت السياحه بدل مسرح في الاقصر او في اسوان او بص على الهرم، دي تبقى حاجه هايله. بس دلوقتي ان الشو ده يتعمل هناك مستحيل، وان انا ابني مسرح بورتبل او مسرح يعني زي خيمه معينه كده ما ينفعش. بالنسبه للشو الاسئله كلها اللي انا عايز اسالها مثلا تمرين من نص ساعه فهيترد عليها في وقت. لو دكتور عادل حضرتك عايز ترد على الموضوع يعني ولا لا؟ لا، عجاله بسيطه جدا. كل اقدر اقوله يعني هناك نوع من القرارات ما بتكونش فيها انت صاحب القرار الوحيد، ولابد ان احنا نكون متفاهمين ده جيدا، لانك في النهايه انت مسؤول عن حمايه مكان وحمايه اوضاع. فبالتالي النهارده اعتقد حب الشعب المصري كله لكره القدم، ومع ذلك ما زالت الماتشات بتتعرض بدون جماهير، واعتقد ده يوضح لك يعني رايي بصوره غير مباشره او يعني سامحه. ولكن طبعا ما فيش كلام، انا متفق مع حضرتك تماما ان لو الشو ده او العرض ده اتعرض في مكان فعلا بيبرز مقومات المرشد السياحي المصري خاصه لان احنا عندنا من الاماكن المفتوحه ده فعلا، ولكن ده اعتقد كان يحتاج لتجهيز مسبق، او طبعا الاستاذ يعني احمد لو هو كان يحب ان هو يعرض انه اعتقد انتوا اصحاب الايفنت كان ممكن جدا، لو اعتقد من الاماكن كان ممكن اللي كانت مرشحه كان ممكن تقابل جدا قدام مسرح صوت والضوء، وسبق ان احنا عملنا بعض الاحداث هناك، وانا اعتقد ان يعني دي ممكن تخلص بالاعتبار خلال اي ايفنت قادم ان شاء الله. بيعرف الشغل 45 مغني ومغنيه، فده يعتبر رقم كبير جدا لعرض. وكل الشو هيبقى لايف، مفيش اي حاجه باي باك، وهم طبعا ال 45 فنان وفنانه في منهم طبعا الكرو والكاست، يعني مش كلهم فنانين اون ستيج، بس الشو كله لايف. وده والشو هيبتدي من يوم الاربع الجاي اللي هو يوم 11 مايو، وهينتهي يوم 16 مايو اللي هو يوم الاثنين. الاربع شو واحد، الخميس شو واحد، الجمعه تو شوز، اثنين شو عرضين، السبت عرضين، الحد عرض، والاثنين عرض. عدد العازفين قد ايه، او عدد يعني عدد الفرقه نفسه قد ايه؟ طيب انا هطلب من ليو كي نو مايك انشن ذيس كويستشنز اباوت هاو ماني بيبل اون ذا ستيج بتوين كاست اند كرو انا كان ترانسليت ات فور يو. سو فور ذا بيرفورمرز وي هاف توتال اباوت 20 كاست. هم الكاست اللي على الستيج 20 نفر ما بين راقصين ومغنيين، وفي الباند اللي هو بيعزف كل المزيكا من الاول لحد الاخر خالص هم ست نفر. باك ستيج اللي هم الناس اللي بيحضروا عشان السيد المختلفه والتحضير كان 14 نفر من بره، والكاست بتاعنا اللي هو حوالي 15 نفر فان فاكتلي، والسبلايز بين ساوند ولايت of 14 people, and then we're supported by the guys from the Fun Factory and all their suppliers. There's some great suppliers out there we've been working with over the last couple of days. They've been very useful to us, very, very helpful. في حد مصري مشارك في اللايت او لا في الشو ده؟ في الشو ده كله مجد. هو الشو ده هو ده الاوريجينال، يعني هو ده اللي اتعرض في انجلترا، هو ده اللي اتعرض في امريكا، هو ده اللي اتعرض في اليابان، يعني الشو سيني. ثانك يو.